السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وحام هذا سكال الله سبحانه وتعالى، ثانيا وحام هذا سكال ولا لها سبحانه ما ركتي يقوم مرتي صوري يقول كرامي بيش كان دينتين ونستاحو وحاجر الدد فربضان أو دافها عالمك كوكلا النور وحنو نفر بضان كشاقنايا وحان ربا إنان مانتا إذين شاقو وآن إذي حسوسيو قفكي الله سبحانه وتعالى إسكحرا إني سن إذن وحكا قادي كرين إذن أسو دوان كرين هل كم حانكو حسن القصة حان ربا إنان ولا الله تصو إني إلهي سبحانه وتعالى إسكحران الله أولا إسكحرانا قيمها إلهي هاي يوناك إليه ذي أذو قاتان حنرجينا إن شاء الله تعالى إنا تصوض حاضرتان وأتكفى إذي ستان قصة ربطة الله سبحانه وتعالى أنا وينكو أنفعه ولا ليه إنا تسيقار سيسان إلهنا وحنكبر سبحانه وتعالى إنو كردقو من نافع وأتكو عبر قادتان ونسان الله سبحانه وتعالى كرجينا يو ولا لحد مانتين أونلاين كوجرة يكو أيارك دونا أو كسرن رجيسن دونا با الله سبحانه وتعالى دين بيجن هدف وح أقوين أوقف كمسلم كأوه له ورها الله عشاء إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى رها الله إن كان نقض سومالي ودباتي سنتهاي ملك استو مانتا يكو سوغنتهاي لباكو هستا الله سبحانه وتعالى دبت عنك قاضي دمانتين دبت أنها يستا يودن كيني يدين تين يدد كيني ويستا الله سبحانه وتعالى هكا قاضي إلهي سبحانه وتعالى وحن كبريا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا قف كستا أو مسلم أه أو دبان أي كان هاهات إنه الله سبحانه وتعالى هكا قاضي وحن ربائنا بلابو قصدي قصدو وحيكو بلابن إساء سيداد عوانك كواركتين أما قرال كان قرني وقصرنا أنتي آدي آدي عبر قادة الشاء مدن تدفر بضن وحنون كان أوهينا أن رجينا إني كود ديدان قوادا مسلمة ده وددا أي قادين أي قادان قصد وحي هيد قوادا وحاجر تي مسلمة ده قوادا الله سبحانه وتعالى وحيكو إرزاقي صدح شيء أولا دين، ثانيا قرح، ثالثا مال. صدح ذا الشيء إيوان وناكسن الشرف في قيمة بضم بو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قفك أور بأيو سيا. ربي سبحانه وتعالى قبر إنت سبحانه وتعالى. وحي النقطة قبر إلهي سبحانه وتعالى وغش شكري ذا نمعينك إلهي سيا. الله سبحانه وتعالى مروى البحسوسته. سيساء أقول جوك تجاور دي نيم بصوت دوني. نيجي حكوا له ولا له وحان ربع. إنه يسجور سنة. وأنك صوت دانه. وأظهر كي يقدر نقطه. جاور دوا حكوا له دواية هاي. وحبك كمان قبوا. لكن عن صوب بار صير كأجى تاريخ هذا. دواية هاي ودوا حبك كمان قبوا. مدة كذب. أيو نيجي جاور دكوا أخبار على الحوض أي محاد ولا له إيه جاور دوا حكوا جوابته ولا له. وحان ربينا نكون جوابه واسح قبل على فضونا هذين على فضونا تاي لكن هذا الكيو كوبن إيه ما قلبتيت قف إيه قلمنا متهد نيك وو يابي وو تعجبي شيدان باقا دي ماذا إيني هبلة ماذا نينا بمان تقف دمرا أي كل هذا إيه ما قلمتيت أحد بي وحي أنه قطي ونين كانوا نقطي وحر الله يابا نيك شيدان باقا قال أنه قطي وحي أتغي نين ساحر ولا وصحر كسمعي أرنتي بوجشكي، فرنا ودبتن باي هايستا، قبرنا عسان جعلاضي، قودينا ساسة يقول هذا هاي محد إيقا ما كرتا، نيك وحوك ده واحد سينا سهل مالي، قبر ده سيادة وحنكو سمياني أنا كنت سهوس ده كوك هنا يا وندي إسي، نيك هل مالي بسي، حوك ده مالي فلان يصور لابو، نيك واكم ما قناع بلنكي مركي اللي جاري أيو أتبي. حكومة محاذي هيسا حكومة نقول واحد بقول ما هي مالين الله بعد يقصوا الله مالين تلبات بقول لابت مالين تلبات ما هو كل لابتي
ayaa wuxuu dhahay haddana maalin saddexaad igu soo laabta. Maalinta saddexaad ayuu ku soo laabtay, wuxuu dhaniyahu gabadhii maaragtay hawshii weli waxbaa iga qabsoomi la'eh, oo maaragtay gabadhii sixirkii aan rabay inaan kuugu keeno ama aan kuugu soo dumo waxbaa iga yarsi oo waan kari lahay waxaad samaysaa balin fulaan la dhaho oo ninkii sixirka baro khabiithul akbar oo ninkii iyaga sixirka baraya aad ninkaas baa gabadhan kuu keenay waxna kuu qaban kara aniga waxba kuu qaban kari waayo. Ninkiiba u tegay sidiisi la-eg buu ku dhahay. Maalinta koowaad buu ballamiyey, labaad buu ballamiyey, saddexaad buu ballamiyey. Saddexda jeer markuu ballamiyey oo maalinta saddexaad la joogo ayuu wuxuu ku dhahay ninkii saaxirka ahaa ee dadka sixirka bari jiray, niyahow gabadhaas inaad u dhowaato aqrabu laka min nujuumi samaa, gabadhaa inaad u dhowaato u dhahay waxaa kaaga dhow oo aad reer ka dhigato oo aad calafato waxaa kaaga dhow buu dhahay xidigahaas. Wax kale iska daa buu dhahay gabadhan xataa waxaan u diray cirfiid maarid cafan cafan waxaan u diru dhahay maarid waxifdan min kulli shaytaani maarid saacadda qur-aanka maa jinnigaas allah subxaanahu watacaala dhagartiisa iyo beladiisa uu qur-aan ku sheegay ayaan u diray buu dhahay. Waxba xitaa ku soo qaban kari waa sabab waa gabadh muslimada oo miskiina sabab bay intaasoo saaxiiranta isku mareen ay wax uga qaban kari waayo. Sababtu maxay tahay? Waa arrin aad iyo aad loola tacajubo oo qof walba uu leeyahay qof muslim ah oo sixir loo soo diray oo kari waayo sabab. Gabadha taariikhda markii la baaray oo la ogaaday oo dib loo raacay culimmada ay baareen waxay dhaheen hameen walba gabadhaas maxay qabataa? Ma filmada fiirsataa? Ma facebook maaragtay fiirsataa? Ma heesaha dhegaysataa? Maya. Habeen walbo inta aysan seexan ka horbay waxay akhrisaa rabbigeed bahaa xiriir la samaysaa alaysa allahu bikaafin cabda, waxay samaysaa habeen walbo waxay khatimtaa oo akhridaa suuratu lbaqra. Allahu akbar wa sadaqa rasuulu sala allahu calayhi wasalam. Qofkii suuratu lbaqra laazima oo akhrista batala makarta ay sixir sixir makaraayo umana soo dhawaan karo. Hameen walba waxaa intaysan seexan ka hor hameen alla keeno baqra akhrisaa. Nebigana sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyay suuratu lbaqra akhrinteedu waa baraka, waa barako iyo hanuun iyo wanaag iyo guul, kategitaankeeduna waa xasro. Xadiis kale waa kiiha nebiga sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay gurigii baqra lagu akhriyo oo gurigii baqra laga daaro shaydaan ma soo galo. Waxaan leeyahay dad fara badan oo walaalahay ah oo maanta xanuunsan oo dhib haysto dariiqadaa qaata ilaahay u laabta, beejkii hore ee noloshiina aad ku lahaydeen bedela beej cusub allah subxaanahu watacaala la samayso. Kalaamkiisana ku dheg ilaahay subxaanahu watacaala, isku liid ilaahay subxaanahu watacaala bari. Kalaamka rabbi wax ka weyn ma laha. Qur-aanku waxaa leh haddii buuro lagu kor dejin lahaa yaa buurahaas way burburi lahaayeen. Cabsi alla ka qaban subxaanahu watacaala. Shaydaan oo la dhahay innakayda shaydaani kaana daciifan ayaa maanta dad fara badan ka sheeganayaan. Waxaad samaysaan allah subxaanahu watacaala isku dhiiba maaragtay wanaagga iyo jidkaasna qaata suuratu lbaqra laazima, hooyadiina iyo aabbihiina iyo saaxiibkiina iyo noloshiina ha noqoto suuratu lbaqra. Intaasaanan kaga tegayaa ilaahay subxaanahu watacaala wixii xanuun iyo xanuunka allah ka qaado. Qof walba meeshuu xanuun ka dareemaya allah subxaanahu watacaala xanuunka ka qaado. Qof walba ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u weydiinayaa allaha naxariista badan ee hooyooyinkiina dhalay nooga naxariis badan. Qof walba waxaan alla u weydiin allahaas naxariista badan ee ibliis intuu baryey ka ajiibay allahaasna waxaan idiin weydiinayaa qof kasta meeshuu kurbo ka dareemaya inuu allah subxaanahu watacaala ka qaado. Kurbooyinka allah ka qaado. Qof walba meeshuu ka xanuunsan yahay allah subxaanahu watacaala ka qaado. Qof walba wixuu khayr rabo allah subxaanahu watacaala ha u fudayo. Imtixaanaan ka haysto qof walba allah subxaanahu watacaala haka kor qaado. Diintiina allah idiin xiftiyo. Ilaahay subxaanahu watacaala xubbigiina iyo maaragtay iyo kalgacalkiina ilaahay subxaanahu watacaala alle aad u qabtaan ha weyneeyo. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قفل بقفل ولا الكسا سيجارسي وناقص يا خير كاس. إله سبحانه وتعالى جنة الفردوس الأعلى هينكو رزاقه هوي يا أبا المرنة هينكرقه. وبالله التوفيق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.